ولكن برضو لابد من وقوف جماهير النادي الاهلي كالعاده في المواقف الصعبه والمواقف الحلوه. احنا موقف صعب مرينا بيه النهارده بفعل فاعل، عايزين نتخطاه، هنتخطاه بتوفيق ربنا، هنتخطاه بالجماهير العظيمه زي ما مرينا مواقف كتيره قبل كده. انا معلش هسيبك تكمل الكلمه ده يا كابتن علاء. لما خسرنا 2007 النهائي في استاد القاهره كان بحاكم العرجون، وانت خسرت جمهور النادي الاهلي عشان زكي وواعي، وانت خسران نهائي افريقيا جماهير نادي تعالينا واحنا في الملعب علشان عرفت الحاجات اللي كانت بتتعمل وتحكيم اللي كان ظالم وقتها علشان يخسرك البطوله المره الثالثه على التوالي. صحيح. فده دور جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه طول عمره جمهور النادي الاهلي فعلا ورا فرقته على طول، زي ما بيقولوا في الحلوه والمره، عمر النادي الاهلي ما بعد عن فرقته. الفرح معاك وشايلك يعني مطلعك السما لما بتحصل اي حاجه ماشي. بيقف جنبك. بس انا ببقى ليا انا كلاعب برضو بيبقى ليا دور. اكيد يا اكيد. بص يا ايمن، دور اللعيب ده دور مع الجهاز الفني، فاهم انت، هيكلمه كده. بتكلم على الجماهير دايما واقفه وراك. لكن ما احنا اتكلمنا النهارده فنيا ان كانت في بعض الظروف ما ساعدتش مباراه النهارده. صح. لكن دي خليها على جنب. لكن انا بس بعلق موضوع اسامه، انا فاكر طبعا موقف كويس قوي. عمر جمهور النادي الاهلي ما اساء طبعا للعيب طبعا. عمره بعد ما تخسر بطوله وبعد تخسر ماتش بعد ايه عمره، الحمد لله. عشان كده هو دايما جمهور مميز. أيوة. ودايما ليه مكانه خاصه عند كل اللعيبه على مرور الاجيال كلها. يعني في احنا اربع اجيال يعني يمكن بعاد عن بعض، بس لعبت انا وانت وهاني مع بعض، لكن اسامه وبلال، لكن هم بيحسوا بالاحساس ده. واللي قبلنا واللي قبلنا واللي بعدنا واللي بعدنا معروف جمهور النادي الاهلي بمدى حب الجماهير للاعيبته لناديه بدون اي خطا. يزعل من اللعيب بس ما يسيء ليه. عمره ما يسيء ليه. يعني ازعل من اللعيب عمره ما يسيء ليه خالص. لان دوت يعني هو ده يعني اللعيب ده رمز للنادي الاهلي. صح. فانا ممكن ازعل من اللعيب كجماهير، ازعل من ادائه، ازعل شويه منه من انت خازل، ده وارد. لكن انا اسيء ليه؟ يبقى انا بسيء للنادي الاهلي. مظبوط. وده مش موجود عندنا صراحه. جماهير النادي الاهلي دايما كده. صحيح.